كنز رباني عظيم موجود في كل البيوت، بيحارب التجاعيد، بيشد معاكي البشرة، بيديكي بشرة ناعمة بيضة خالية من التصبغات، هيشيل معاكي الاسمرار من أول مرة، وكمان هيزيل معاكي آثار الحبوب، يعني بمعنى أصح كده هيخلي بشرتك صافية وهيرجع البشرة تلج. الوصفة دي من أكتر الوصفات الروعة اللي ممكن تستخدموها. فلو عندك حمص وعندك زيت قومي دلوقتي اعمليها، ولو مش عندك روحي اشتريه وتعالي جربي الوصفة وتعالي اكتبي لي رأيك. مهم جدا ان انت تستخدميها بنفس الطريقة اللي انا هقولك عليها، لان بجد لو استعملتيها مرة عمرك ما هتندمي ابدا. ومش بس كده، ده كمان هتيجي تشكريني عليها في التعليقات، كل حد هيشوفك هيحس بالفرق، وهيشوف فرق كبير جدا في شكل ولون بشرتك. عايزاكي كمان تصوري بشرتك والاماكن اللي فيها تصبغات علشان تشوفي الفرق بعد وقبل استخدام هذه الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم وصفة في القمة، جميلة جدا لكل حد بيعاني من تصبغات بقع داكنة. بس لو انت اول مرة تشاهديني وتشوف قناتي فما تنسيش الاشتراك فيها بالضغط على الزر احمر زر الاشتراك وتفعيل علامة التنبيهات على الكل فضلا وليس امرا. حبايب قلبي لايكات كتير عشان تشجعوني. المكون الاول اللي انا هعتمده النهاردة بشكل اساسي هو الحمص. الحمص من اكتر الحاجات المفيدة جدا جدا للبشرة من حيث التبييض، وكمان بتحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وبتقضي على الكلف وبتوحد لون البشرة. مش بس كده، ده كمان من الحاجات المفيدة جدا اللي بتنظف تنظيف ممتاز جدا للبشرة. والحمص مهم جدا لأي بنت بتعاني من مسامات واسعة. ببدأ اخد الحمص بتاعي بالشكل ده، بحطه عندي في مية بتاعتي تكون عادية خالص، وهبدأ انقعه في هذه المية لمدة ليلة كاملة على الاقل. انا الافضل بسيبه لمدة 24 ساعة، بس لو انت محتاجة يعني الوصفة في الانجاز حطيها لمدة ليلة كاملة. وبعد كده ببدأ احطه في الخلاط وبعصره كويس. بضرب الخليط معايا في الخلاط لحد لما اتأكد ان خلاص الحمص يعني اتخلط معايا كويس، وابدأ اجيب المصفى او الفلتر بتاعي وابدأ اصفي في المكونات. طبعا انا مش هستخدم كمية كبيرة، يدوب يعني حوالي معلقتين كبار من الوصفة، وباقي الخليط هستخدمه كغسول للبشرة علشان يعني بسيبه على بشرتي كده، احطه على بشرة نظيفة واسيبه على البشرة لمدة 5 دقايق وبعدين اغسل بشرتي. ده هيساعد في شد البشرة، وفي نفس الوقت الناس اللي عندها مسامات واسعة هيضيقها. انا هنا هستخدم معلقتين كبار، والباقي زي ما اتفقنا هنستخدمه كغسول. المكون التاني اللي هبدأ اضيفه معايا في الوصفة بتاعتي هو طبعا الزبادي او الياغورت، من افضل الحاجات اللي ممكن تستعملوها كترطيب، كطبعا تقليل من التجاعيد، كمحاربة واخفاء الخطوط الرفيعة والتجاعيد اللي ظاهرة. مش بس كده، من افضل الحاجات الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم اللي بتغذي البشرة وبتحارب التجاعيد وبتبيض البشرة بشكل كبير جدا وبتفتحها ويعني بتزيل التصبغات والبقع الداكنة. مش شرط النوع اللي انا مستخدماه تستخدموه، اي نوع تستخدموه عادي، بس طبعا انا بفضل الزبادي اللي هي البلدي او الزبادي كاملة الدسم، لان بيبقى فيها نسبة من الدسم عالية، فبتساعد جدا في محاربة التجاعيد وفي ترطيب البشرة. طبعا التقليب هقلب كويس جدا، وباخد حوالي معلقة كبيرة او يعني نص معلقة نص معلقة كبيرة تكون مليانة عشان احافظ دايما على ترطيب البشرة بشكل كويس. المكون اللي بعد كده هضيفه من افضل واحلى المكونات اللي ممكن تستعملوها لتفتيح البشرة وشد التجاعيد، اللي هو طبعا الكورن فلاور. اللي متابعني عارف قد ايه ان نشا الذرة او الكورن فلاور من اكتر الحاجات المفيدة جدا في تبييض البشرة وتفتيح البشرة، ازالة التصبغات والبقع الداكنة، وكمان حلو جدا لاثار الحبوب. لو عندك اثر حبوب قديم او حتى حديث هيبقى حلو جدا مع استعماله بشكل مستمر.
في تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال جدا. شركات كتيرة جدا عالمية وشركات كمان محلية بتستعمل النشا او كورن فلاور في منتجات كتيرة جدا، معروف عنه قد ايه ان هو بيفتح وبيبيض البشرة بشكل سريع وفعال، وكمان بيخلي البشرة ملمسها ناعم زي بشرة الاطفال. مهم جدا يا بنات التقليب، لان التقليب هو سر نجاح الوصفة. المكون اللي بعد كده هستخدمه برضو من الحاجات اللي انا بحبها جدا لاستعمالها، والدراسات الحديثة اثبتت ان هو يعني نقطة منه واحدة لو استمرتي عليها بشكل يومي بتديكي نضارة غير طبيعية، اللي هو طبعا زيت اللوز الحلو. بستخدم منه قطرات صغيرة، مش هقولك ربع معلقة صغيرة، بس هقولك قطرة صغيرة تكفي، وهبدأ اقلب المكونات تاني. لو مش عندك زيت اللوز الحلو تقدر تستبدليه بزيت السمسم، برضو من الحاجات الكويسة جدا للبشرة واللي بتساعد في الترطيب والتخلص من التجاعيد، وكمان بتدي للبشرة النضارة والحيوية اللازمة. وصفة سهلة وبسيطة، بس اهم حاجة تستعمليها بنفس الطريقة. المكون بعد كده اللي هضيفه هو النيدو او حليب البودر، او يعني مش عارفة اسميه اخرى ايه، بس انا بحب اشتري الحليب البودر ده. يعني في ناس بتشتريه اللي هو بيتباع كده سايل، او بيتباع اللي هو في اكياس. اي نوع متوفر عندك استخدميه، مش هتفرق كتير معانا. ده فايدته ايه؟ ده فايدته ان هو غني جدا بالعناصر وفيه قيمة غذائية عالية، فده بيساعدنا في تغذية البشرة. فالبشرة بتبقى في حاجة اسمها اللي هو السبب الرئيسي في ظهور التجاعيد، حاجة اسمها كده الجذور الحرة. دي لو كل فترة لو قضينا عليها او قللنا منها، التجاعيد والشيخوخة المبكرة هتقل تماما، فبالتالي هنبقى صغيرين في السن. عشان كده قلتلك الوصفة دي من اهم الوصفات اللي ممكن تستعمليها، حتى لو فعلا ظهرت في بشرتك تجاعيد، حتى لو بشرتك اكبر من عمرك، فالوصفة دي مع الاستمرار عليها هتساعدك في الظهور في سن اصغر، وتحاربي التجاعيد، وهترطبي البشرة، وهتفتحي البشرة. يعني 5 في 1، فحاجة كده مش هتلاقوها في اي حاجة تانية او في اي وصفة تانية. طريقة استخدام الوصفة سهلة جدا وبسيطة جدا، كل عليك هو انك بتحطي او بتجهزي بشرتك، بتغسلي بشرتك كويس. الافضل ان انت بتعملي حمام بخار، عن طريق بتجيبي مية بتحطي فيها مية، بتجيبي حلة بتحطي فيها مية سخنة، والمية السخنة دي بتحطي فيها شوية بابونج، نعناع، اي عشب عندك، وبتحطي راسك بالقرب من البخار عشان تفتحي المسام. بعد تفتيح المسام بتبدأي في توزيع الوصفة دي بالكامل على الوجه باستخدام ايديكي، بس اهم حاجة تكون ايديكي نظيفة، او باستخدام فرشة المكياج. اهم حاجة الحاجات تكون ادوات مخصصة وادوات تكون نظيفة، وابدأي في توزيعها. اتركيها على البشرة بالكامل لمدة 1/2 ساعة، وبعدها تبدأي تغسلي بشرتك مرة اخرى وتقفلي المسام. لو عندك شوية مية ورد وزعيهم على الوجه بالكامل. مش عندك حطي اي نوع زيت او اي نوع كريم مرطب. اشوفك في حلقة جديدة، ما تنسيش اللايك والشير.